هواوي ماتبوك 14 هو لابتوب نحيف وخفيف الوزن، يتميز بجودة تصنيع عالية وامتلاكه لمعالجات انتل للجيل ال11. برضو يدعم تقنية هواوي شير لمشاركة الملفات ويدعم الشحن السريع. خلوني أعرفكم في هذه المراجعة التفصيلية عن هالجهاز، ومنها تقدروا تشوفوا المزايا، الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، وأيضا تحددوا هل هو أفضل جهاز لكم أو لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. خلوني أبدأ من ناحية التصميم. فاللابتوب يجي بتصميم معدني بالكامل من الخلف، ونلاحظ شعار هواوي محفور على نفس المعدن، ومن الأمام الشاشة نحيفة وجاية أطول، وهذا كونها تجي بأبعاد 3x2. اللابتوب سماكته 15.9 ملم، وزنه أقل من 1.5 كيلو، وتقريبا يعتبر نحيف وخفيف. الهواوي ميت بوك 14 يجي بكيبورد مضيئة من نوع الباكلت تشيكلت، وبعد التجربة يعتبر مريح وسهل في الكتابة. برضو التاتش باد اللي هي مكان هذه اللمس الفارة تجي بتصميم مستطيل ومساحتها كبيرة وتدعم اللمس المتعدد، يعني أكثر من إصبع في نفس الوقت، وتقدم سلاسة مرضية في الاستخدام. برضو منطقة الهواوي شير موجودة في نفس التاتش باد. الشيء هذا حيساعدكم في مشاركة الملفات بسهولة وبلمسة واحدة من أجهزة هواوي المدعومة مثل الميت 40 برو والنوفا 8 وغيرها من المنتجات. برضو اللابتوب يمتلك مستشعر للبصمة وهو مدمج في زر التشغيل، وبعد التجربة يقدم استجابة وكفاءة عالية. برضو مستشعر البصمة يدعم إمكانية تسجيل الدخول السريع، بحيث أنه أثناء تشغيل الجهاز تتعرف البصمة على أصبعكم وتدخلكم على النظام بسرعة. الشيء هذا حيريحكم، يوفر عليكم وقت، ومسألة التعريب حقة البصمة مرة واحدة تسووها، وإدخال كلمة المرور ما حتحتاج تسووها مرة ثانية. نظام التبريد في هواوي ميت بوك 14 بكفاءة عالية وهادي أثناء الاستخدام، هذا لأنه يستخدم نظام الهواوي شارك فين، وكأننا نقول زعانف سمق القرش. هذه الشارك فين للتبريد مخصصة، تجي بمروحتين مع أنابيب نحاسية مزدوجة تساهم في طرد الحرارة بنسبة إلى 50%، تعطي هدوء عالي جدا. الشاشة حجمها 14 إنش وهي من نوع IPS LCD Full View، في حجم شاشة ثاني بتكلم عليه لاحقا، ولكن خليني أركز على هذه وخليني أقول أن دقتها تجي 2K وأبعاد 3x2. الشاشة هذه تمتلك 185 بكسل لكل إنش، ومعدل السطوع فيها يصل ل 300 نتس. برضو تمثل الشاشة 90% من الواجهة الأمامية. بعد التجربة الشاشة عطت ألوان جميلة وتشبعها جيد، وتعتبر أحد الخيارات المناسبة لمشاهدة المحتوى، كونها تيجي بدقة عالية، وبرضو تعتبر مناسبة للتصفح وتعتبر مريحة للعين، هذه كونها ماخذة معيار TUV Rhineland واللي يحمي من الأشعة الزرقاء. بشكل عام الشاشة تعتبر مرضية على الإمكانيات اللي تقدمها. الشاشة أيضا تدعم اللمس وتدعم بعض الاختصارات زي التقاط صورة للشاشة من خلال سحب 3 أصابع للأسفل، مع إمكانية تحديد جزئيات معينة من صورة الشاشة. الاختصار هذا سبق وشفناه مع الميت بوك إكس نسخة 2020، وفي جوالات ولوحيات هواوي الأخرى. المعالج من انتل معالج الجيل ال11 وهو الـ i7-1165G7، يجي بأربعة أنوية ويعطي 8 خطوط، تردده 2.8 جيجا هرتز ويوصل لـ 4.7 جيجا هرتز باستخدام تقنية التيربو بوست. المعالج الرسومي مدمج هو الانتل ايريس اكس اي جرافيكس، يقدم كفاءة عالية ويعتبر ممتاز في اللابتوبات النحيفة. الذاكرة العشوائية هنا 16 جيجا بايت من نوع DDR4، ومن ناحية السعة التخزينية ما في أسرع من أنها تكون NVMe PCIe SSD وهي بحجم 512 جيجا بايت. في اختبار تطبيق الجيك بنش 5 المعالج عطى 1556 نقطة في النواة الواحدة، أما في الأنوية المتعددة ف 5120 نقطة، وقدامكم مقارنة بين نفس الأداء لهذا المعالج وأجهزة أخرى من نفس الفئة السعرية. في اختبار تطبيق 3D Mark Time Spy المعالج الرسومي عطى 1485 نقطة مقارنة بينه وبين مجموعة لابتوبات أخرى أيضا أمامكم. النظام التشغيلي ويندوز 10 النسخة المنزلية، ومثبت عليه بشكل مسبق تطبيق البي سي مانجر من هواوي اللي يقدم مزايا عديدة زي تحسين حالة اللابتوب من خلال فحص شامل يوضح المشاكل وأخطاء النظام إن وجدت. برضو يدعم ميزة المالتي سكرين كولابريشن وتعاون الشاشات المشارك اللي يعتبر من تجارب السوبر ديفايس، الجهاز الخارق اللي تقدمه هواوي. الميزة هذه تمكنكم من توصيل لوحي الميت باد الخاص فيكم على الميت بوك بحيث أنه يتحول لشاشة إضافية مع إمكانية التحكم بنظام الويندوز باللمس من نفس الميت باد.
تقدروا ايضا تشاركوا ملفاتكم بين الميت بوك والميت باد بسهوله عن طريق السحب. برضو تقدروا تربطوا جوالكم على الميت بوك مع امكانيه التحكم بالجوال من خلال نافذه طوليه في شاشه اللابتوب، بس لازم يكون الجوال مدعوم. وايضا تقدروا تشاركوا الملفات بين الجهازين بسهوله مع الميزة هذه. للتوضيح، الأجهزة اللي تدعم هذه المزايا هي من هواوي فقط وليس الأجهزة من الشركات الأخرى. وهنا نعرف أن هواوي قاعدة تشتغل على منظومة السوبر ديفايس وتقويها بشكل كبير. أيضا الكاميرا الأمامية مخفية في زر خاص موجود في نفس لوحة المفاتيح. هذا الشيء يعطي خصوصية عالية وبصدقا من استخدام يا جماعة الموضوع هذا يريحني بالذات مع أبنائي مع المنصة، عارف أنهم يخفوا الكاميرا ومن نظرة من بعيد أعرف الكاميرا مخفية أو ظاهرة عشان خصوصية اللي موجودين في نفس الغرفة. برضو تصوير الدقة في كاميرا هذا الجهاز يعتبر جيد نوعا ما، وزاوية الرؤية حقتها عملية كونها مدمجة في نفس الكيبورد وجاية من الأسفل. النظام الصوتي في اللابتوب يجي بسماعتين، وبعد التجربة أعطوا صوت نقي وواضح، لكن كالعادة مع هذه الفئة صوت الجهير يكون منخفض وبشكل عام يؤدي لغرض الصوت. ايضا اللابتوب يمتلك 4 ميكروفونات وراح تفيدكم بشكل كبير في المكالمات الصوتية او الاجتماعات وتؤدي الغرض بشكل عام. اللابتوب يدعم تقنية البلوتوث 5.1 وبرضه يدعم تقنية الواي فاي 6 بسرعة تصل ل 2.4 جيجابت في الثانية. برضه يدعم تقنية الـ 2x2 ميمو وهي اللي عبارة عن مجموعة أناتل تعطي ثبات عالي في الاتصال. وللتوضيح عشان تستفيدوا من الواي فاي 6 المودم عندكم برضه واللابتوب كلهم لازم يدعموا هالخاصية. من ناحية المنافذ فالجهاز يمتلك من الجهة اليمنى منفذين USB 3.2 Type-A وفي الجهة اليسرى يمتلك منفذ USB Type-C ومنفذ HDMI كامل بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات والمايكروفون. البطارية تعطي عمر يصل ل 11 ساعة من مشاهدة المحتوى بدقة الفول HD وشحن 15 دقيقة إذا كانت البطارية فاضية بالكامل، تعطي عمر استخدام 2.5 ساعات تقريبا. وللتوضيح النتائج هذه عن طريق الشاحن المرفق في الصندوق واللي يجي بقدرة 65 واط، فيعتبر شحن سريع جدا على هاللابتوب. برضه هواوي وفرت الميت بوك 13 نسخة أقل، أبرز الفروقات ما بينها وبين النسخة اللي عندي في هذا الفيديو اللي اختبرتها امتلاكها لشاشة أصغر والكاميرا جاية في الأعلى بدل ما هي مخفية في نفس لوحة المفاتيح، وبرضه سعة البطارية فيها أقل وما يمتلك منفذ HDMI كامل. فأنتوا حددوا بينهم وش اللي أنسب لكم. وأيضا في هذا الفيديو أنا ركزت وراجعت الـ 14، وبرضه لو أوصل للأسعار فالميت بوك 14 ونسخة الـ 13 متوفرين بالسعر يبدأ من 3999 ريال. وفي طريقة توفير طرحوها نفس هواوي مع هذا الجهاز، إنكم تحجزوا الجهاز بدفع عربون 50 ريال وبتحصلوا على خصم 400 ريال، أيضا يجي معه مجموعة هدايا تفاصيلها في رابط الوصف حق نفس الحلقة. وإذا بتاخذوا قرار خليني أعطيكم الإيجابيات وأيضا الأشياء اللي تمنيتها أفضل. أبدأ بالإيجابيات، فالمواد التصنيعية عالية ويعتبر الجهاز نحيف وخفيف الوزن. برضو أداءه يعتبر مناسب للدراسة ولرجال الأعمال أو حتى في الترفيه زي مشاهدة المحتوى. أيضا دعم ميزة الهواوي شير تثري تجربة الاستخدام خصوصا مع أجهزة هواوي اللي تدعم هذه الميزة. أما من ناحية الأشياء اللي تمنتها تكون أفضل، فالشاشة غير ثابتة أثناء اللمس وممكن ما تعطيكم استجابة الأمثل، هذا يعني لما تجي تدفوها لازم تكونوا حنينين عليها كذا وانتوا تلمسون. زوايا الرؤية للكاميرا الأمامية مو متساوية مع الرأس وتحتاج شوية تعود، أو أنكم ترفعوا اللابتوب تحطوه على كتاب ولا قاعدة ولا علبة ولا شيء وتلاقوا زاوية أفضل بكثير. وهنا أقدر أقول أنه هذه أحد الخيارات اللي توفرها هواوي. إذا أنتوا شفتوا الفيديو لا يفوتكم تشوفوا الرابط اللي موجود في الوصف عشان تعرفوا آخر الأسعار وآخر العروض اللي على هذا الجهاز ومختلف أجهزة هواوي. نهاية الفيديو كل فيديو لازم أقول أتمنى أن أعجبكم إن شاء الله المحتوى وأيضا المصداقية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير بإذن واحد أحد.